أمريكا بصدد تجويد إسرائيل بصواريخ أو منظومة مقاومة اللي سموها ثاد. هل هذا يعني أنه فعلا كما يشاع أنه منظومة القبة الحديدية انهارت؟ وبدليل ما نسمعه خلال 3 أيام الماضية، هنالك صواريخ سقطت في معسكرات، هنالك ضحايا، هنالك جرحى. هل هذه الوجبة الصاروخية الجديدة المقاومة لإسرائيل ستكون بديلا عن قبة، عن القبة الحديدية؟ نعم. صواريخ ثاد يا عزيزي هي صواريخ تطال الطبقات الجو العليا ودون العليا، وهي مصممة صواريخ ضد الصواريخ لاستهداف الصواريخ البالستية الاستراتيجية. إسرائيل بمراقبتنا ومعرفتنا لنظام الحماية الجوية فيها، هو يتكون من 4 أشياء: القبة الحديدية التي تطال أو تتصدى للصواريخ والمسيرات قصيرة المدى حتى 70 كيلومتر، مقلاع داوود الذي يتصدى إلى أبعد من ذلك حتى 150 كيلومتر، ثم أرو ثري الذي يطال طبقات الجو العليا ويطارد الصواريخ البالستية، ولا ننسى كذلك أن هناك نظام الباتريوت الموجود كذلك. نعم. هناك سيدوم بحري للمدافعة أو حماية السفن البحرية بحماية دائرية. هذه النظم تؤمن لإسرائيل وفق مراقبتنا كما قلت ما بين 65-70% حماية جوية. ومن الطبيعي عندما يكون هناك إغراق بالصواريخ أو كثافة صواريخ أن يتسلل صواريخ ومسيرات وتصيب إسرائيل. هذه الصواريخ الثاد التي قررت أمريكا تزويدها لإسرائيل وهي سوف تنشرها، وهي يعني أمريكا والطاقم 500 رجل معها هم من سيديرونها، هو لتعبئة هذا الفراغ 30% الباقية.